وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور جامع ايا قرال وكبهي فيسبوك جيسا سعد وشاقي ان صوماليا مانتا ياود بحضة اوليدة هاي عد والبوي شيس لقريسو. وزير عبد القادر محمد نور جامع او تاقن دكدة اب مقدشو سلبر كارا ايقا ايا مركب كهوبكا سداء مصر ايليدة هاي ايا وحو فيسبوك جيسا كسو قري ويجرتي حل صوماليا اللي قفر قلنجري عد والبوي لما عامليسو مانتا سواحان ايسان اود بحضة وان كلما عاملينو عد والبا وان دنهينا كده حرقنو. هذا وزيركا يا أموغدي متسوين بناك وكينا يا إن مصر يا سماليا وكده حيو تعامل ملتري أو دميسيران دالك النعيدين كي سرد سيو هالك سيدوك اللي قرال كوزيركو وان يجبوين كو أبوري دمعي توبيان كاي كدونيين إن يكو قاطان بدأ نقيب كميدا. وزيركا وحا هلاليه ستاقنا سراكي الملتري يا سماليا كترسن يمسوليين مساردا كواسو أكور جليا إيغينا حالك مركب كوكو سيدا يدابولي دهوبكن وكسو عطاق بدها مقالة ده مقدشو. مصر يسماليا وحي أمو قطاين دنتو دو توس سوكو حرميسو وحينا مركلة ولا عيولون كابوري سارين تاني توبيا او دماعيوين وجري نلوكي بدا سماليا. لنعاكلة مصر ايا موادنين تيدا كسو غندي غندا سمالي لان كو عمرتي ان سيد دك ديغا هالكا آسي وغسو بحان صوب اللي حرير امني قودا يا إن هالسوين يوجران إلا توكتو عمل الحراح اللي والباء أرنتن يتلابض مصر يقادة أيا كسو آديسا كدي مركي سومالي لان أي حرتين مكتبة دوين ومساريدة يكولا هايين مقالة هرقيسا يدو كوحمين يساي شيسك ملتري إلا قشي سوماليا يا إن أي سومالي لان واركتي مصر متكمدا عدوغ أي لادا هاي سيدا لغويري قرال كصبحي مامولك موسبيحي أسيا شي قاهرة ايا موادنين تيدا كو امرتي اني كسو بحان دمام بديغنا دا سومالي لان وحوال بو اللي حرينا في علادة يوامرتا دولادة دحية فدرالك سومالي اني يوهو غان سمان سومالي مصر وحاك دحية شيس ملتري او دميسران سدو كالو حماه سوادن قسو وجهان قداها دالكينا مراكيب كالو هوبسي دا يدو هادا حوكر دواني كسو بحيان نوع يدا هوب سومالي اللو داقي اي انتري اي مركلي قلقال وين جرينيسو عدو غو امد سوماليه دا كارياشا قرياها حمبارا اي سيدو كالي قريا علوسي بابور دقال او ادو فرابدان اي مصر سماليا او ديقدي بلسي ويلي وابر بلو او كريا كالبدا ملتري اي مصر سماليا او تلقشي وحاني حيقي دونا سلسلادا كالي او هوباه او مصر سماليا يكوري جنيسو بلها سو ادن وزيرك دفاع سماليانا وحا او موجيي اد اديقيا قد يد سمالي نمو او دميسيران مركلا فيريا حال كمانتا اي نكسو غنهاي اي عدو غنوغو هريريسان اي دونيا kala qaybinta umada ee naga soo koob qaadashada qeyraadka dadka Soomaaliyeed. Daawade fikirkaagii waxa ay kula tahay ku reeb qaybta commentiga nabadgelyo runtii xilliga uu ku soo aaday waa xilli xasaasi ah haye Soomaaliya waxa ay loolan dagaal kula jirtaa dawladda Itoobiya oo dhanka diblomaasiyadda ah baahi badan kaas waa u qabtaa maadaama hanjabaadyo fara badan oo dhanka Itoobiya ka imaanay jireen tanna waa Mustafa Diad maqasho markala adoo mahsan bal waxaad وأسيو أركتها إن سرت الدولة ده حلقان أي سنة مهنبا أي سنة بنان كالوسو بيحيو أو براه بلشة لغوة داغو حلي أهرمها عيدا مادا إي سيدو كالي أهرمها ديبلوماسية ده لربي إن سيهو سوكلي نغدان وحيابة سرعة وحا إنت بدان دعضا إن لأركي إن براه بلشة ده لغو أركي صور رؤي موقالو قديد كالدقال كا إي سيدو كالهوبكي لغسو ديشي ده كده مقدشو أو داد كشعب كا أي آد أفلان قيني أهرمها سيبال سيدي كولا مغدان ده هانتا ee adeecsiis waa maxsantahay ee runtii markii si loo fiiriyo wax laga xumaado hubkaas oo kala waxay ahayd xilli habeen ah oo xilli dambe ah in magaalada la marin sida fiicneed markii arrimaha amniga la eego iyo waxa ku xeeran fiisan Soomaaliya si kalena haddaa u fiirisid marna waxay ahayd in la bandhigo in Soomaaliya awood military leedahay waa 30 sano kadib ugu cuslaay dowlad Soomaaliyeed ay hesho tana farriin waxaa lagu diraayay dowladda Itoobiya iyo dowlad kasta oo si qaab daran ula dhaqanta dowladnimada Soomaaliya iyo madaxbanaanida dowlad ee Soomaaliya marka si kala waxay ahayd bandhig cajiib ah oo dadku jidadka ay ka daawanayeen inkastoo meelaha qaarkood dadka aan loo ogolayn inay duubtaan marka si haddaad u fiiridid way wanaagsanayd laakiin waxay ahayd markastaba in xogahaas xasaasiga ah si hoose loo qariyo
وان قرتي مركز في رسو إن هوب كان إن دولتة إن مصر يود دقي الصومالية إن محو معناها إن وككيني كرا ما دام للي هاي هروح حجر هوب سو جاري دلك إن إنك الصومالي يقولي ونقبتين تي ولا قاضي مركز لقى هاللي هوب كان إن صومالي ذو إن محو قرقيني هاي حليان ما دام أهرو شكتي إن صومالية إن مدو إن بربركي دلك كتب هوب نوع عن وكلاهيشو مركز سيدي واركتا إن حدا دولو سماليا هوب كاسي أي لسو دكتو أدود مصر أي وقود داقضي حلي أي سياسة دا قود دالكا ولي آن لسكو فامي رنتي دولدو فرصد وين أي واركتا إن هوب سوهشة معايا لي صدو سنوادن كان عنقابتين دقالي أي عمليين أي عنقابتين هوب كا مركا مجرين دولد سماليا وقود ولهد إن هوب سالي مهوب بدن سو إبستو دولد مصر نوادوكتهي مركز دبل أفريقيا تاريخ الصومالي يقولون لماذا الصومالية وحكم ده الدولة مركز دفاع يا قرن لماذا الصومالية ده قال كل حدني أفرتي تبو جالي يدوم كان كرعي دولة جوه رئيس الصومالي أسوأ بروم تهب سيدنا وهي دولة مصارعة مركز حتى لو حد وقبتا يدو دنيه رئيس أحمر رئيس الصومالي دناها الصومالي دنا إلا رواين دولة الصومالي إلا لدو إن إتوبي الوعد اليوم إنه يكبر حدو هشيسكي لغر في سومالان وحاسو دانو حاسو وحاوي هشيسكي سومالان بلو السمد كان مصابي دي رئيس المزارع أبي أحمد أدس أباباكو الأحمري وحا ريجون كراتس كتو أبورا وحاوي أرنتاس مصارنا لانك غالنتو دي وحاسكو هستان بيها مبيغا نيكا مركوا دانو لبدو لدي ليه أولا الربين الوضع إلى عليوت سوماليا waan gartay dhinaca kale waxaa jira in muwaadiniinta ee masaarida ee ku nool ee magaalada Hargeysa ee deegaanka maamulka Soomaaliland in maamulkaasi uu ugu baaqay inay ka baxaan marka arrimahaas ay saameeyeen intee leeg ay ku yeelan karto culays ah dhanka Masar ee runti waa sax ee xaruntii dhaqanka ee masaarida ay ku lahaayeen magaalada Hargeysa waa la xiray ee sababtoo ah waxay ku andacoonayeen inay Soomaaliya masaarida la saxteen marka saameen uu ku yeelanay laakiin saameen ballaaran ismeelii uu ku yeelanaysa maxay yeelan masaaridu taariikhiyan markasta Soomaaliya way garab istaag jiray xilliyadii hore oo gumaysi ka hor xataa yaani waxaan ka midahay dowladihii ee badda cas ku loolamay markii qaranimada la helana dagaalkii 77 waxay ahaayeen dowladihii markii ugu soo jeeday dagaalkii Itoobiya Soomaaliya dowladii Masar taageeray inaan Soomaaliya si yaani ciidamadii rafada inay soo gudaha u soo gelin si looga ilaaliyo madaxbanaanida iyo qaranimada Soomaaliya marka waxa isla yahay fursaday u taagan yihiin dawladda Soomaaliya ay ku soo bandhigi karto awoodeeda ayna ku muujinayso inay san Itoobiya ka baxsan tahay curfiga diblomaasiga ayna u baahan tahay in Itoobiya indhaha runta loo saaro oo aan ahayn in maalin kasta ay qad diblomaasiyada loo dhaqmo wadiiqada diblomaasiyada waxa la yiraahdaa markii diblomaasiyadu dhamaato bilowga waa bilowga dagaalka markuu wada hadalku dhamaado waa bilowga dagaalka Itoobiya inta wada hadalka ay diireyso iyo ay ka meermeerineyso waa markasta oo calaad uu ka abuurmayo gobolkan aan xasilooneyn geeska Afrika waan gartay dhinaca kale markaad fiiriso in Itoobiya masuuliyiinteeda markay hadlaan waxay sheegaan in dowladda federaalka Soomaaliya kali ay ka taliso Muqdisho awoodaysan u lahayn marka taageerada hadda in Soomaaliya ay heshay maxay ka bedeli kartaa in aga jugleyntii markii hore ee Itoobiya ku waday shacabka iyo dowladda federaalka Soomaaliya wax badan ay ka bedeli kartaa maxay yeelay Itoobiya waa saxsi haddii aad u fiirsid dowladda Soomaaliya gobolada awood badan oo ciidamo xoog leh ka jooga madaxdu dowlad goboleed kastana dadkiisa gaarka ah ayaa u qabta inuu fiirsanayo laakiin markii Masar ka diblomaasiyada caalamiga la eego meel kasta oo dhulka jamhuuriyadda Soomaaliya waxa ka talinaya jamhuuriyadda federaalka caalamkeeda Itoobiyana xaq uma lahan markasta ba inay gobol gooni ay tan jarato ay dhahdo ana inuu isimaanaya runtii waxyaabo aad loogu xumaado waxa ka mid ah nin isku sheeg inuu leeyahay la taliyaha ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo sheegay inay dowlad goboleedyo qaarkood doonayaan in Itoobiya ku diraan runti waa qanaxad waana istastaq oo looga baahan yahay in bulshada laga wacyi geliyo marka tani dowladda Soomaaliya fursad ay u tahay in hub soo iibsato awoodooda muujido oo xuduudaheeda fugato oo ay iska ilaaliso cadaw kasta oo taa ka mulo Soomaaliya qaadan kara qaab aan sharci ku waafaqsanayn
وان قرتي إن عكل أقول دميتي مركان فيرنا إن وحاجري إن أو بعضي إن وهذا هذا الذي اللي فيلي إن تدوي إياه لو تنك بيشان إن مرصد حاد وقفر ما مجال أنكرا سومالي إيتوبيا مركا محاس دي كرتا وهذا هذا الذي سوي هكيان مدة كلا سدوا ركتا إن موقف دولدة وهذا هذا الذي سي كاستهكتي أنكرا إن لبذا شير كل حمري وفود ككلا سعودي لبذا دل runtii inkastoo dawladda Soomaaliya ay aqteen in Itoobiya la habasho maxay Itoobiya dhulaysan lahayn ayay ku doodaysaa marka nada waxa wada hadalada ay burbureen wax kaliya dawladda Soomaaliya u furan waa inay talaabooyin adag ay qaranimadeedu ku difaacayso ay qaado maxay lay sharafti kala duwanaa ee Ankara labadii isir dhacay wax mudujo ah kama soo bixin Itoobiya wax u qabtaa shaqo arureed inay la ciyaarayso dowladda Soomaaliya ma rabto in heshiiskii Soomaaliland ay la gashay ka baxdo mana rabto in dowladda Soomaaliya isku dhaca marka qaab kale shimbiriyo heesa hees wanaagsan heesa ayay rabtaa marka waxaasna ma shaqeynayaa markii laga hadlayo curfiga diblomaasiga ahi wadan wadan kale dhul sheegi kara ma jiro laakiin xaq waxay Itoobiya u leedahay qaab nabadgelyo ah in xeebaha Soomaaliya ku maalgashato sida xiriirada caalamiga dowladuhu badaha kale ku gaaraan laakiin ma ahan intaa ka dhul Soomaaliyeed maamul aan la aqoonsanayn inay heshiis la gasho marka dowladda Soomaaliya fursad ugu banaan waxa waaye inay awood iyo wax ay heli karto ay ku difaacdo dhulkeeda war kale oo maanta ummadda Soomaaliyeed mari karin jiro waa taada baasan tahay ugu dambeyntii hal su'aal ugu dambeysan jaan ku weydiiyo taasi oo ah in hadii uu dhaco dagaal u dhaxeeya Masar iyo Itoobiya dhibaato intee la eegayo soo gar shacabka Soomaaliyeed Soomaa wanaagsana in arrimaha wada hadal lagu bedelo masa dagaalka ayaa xal u kuula muuqda adahan dabka falanqayso ifaalaha hadda muuqda marka aad fiirisana ma la dhigi karaa in Itoobiya iyo Masar waxay ku dagaalami doonaan in gudaha dalka Soomaaliya runtii san aaminsanahay dagaalku toos ma dhex mari doono masaarida iyo Itoobiyaanka maxaa yeelay sida qorshuhu yahay intan ka warqabo masaaridu ma dhaafi doonaan gobol Banaadir iyo meelo kooban ay tagi doonaan gudaha lagu doono iyadoo la ilaalinayo sidaa in region-kan ka dhaco laakiin markastaba haddii loo baahdo masaarida heshiiskii lagu kala saxay sida waxa ay leedahay taaka dhul Soomaaliyeed xog lagu soo qaato in ay kula difaaci doonaan marka waa wax dagaalna waa dhici karaa laakiin asbaabaha ugu badan oo ku dhici kara aad ay u adag tahay laakiin waxa waaye in diblomaasiyad iyo awood military labada dal ay muujiyaan oo xaniyaha iska taabtaan waa taada ma san tahay in kaasina wuxuu ahaa Mustafa Warsame Sabriye oo ah in falanqeeyay arrimaha xiriirka caalamiga ah sidoo kalena in bartay cilmiga in international relationship ka sidoo kale na ina falanqeeyay arrimaha siyaasada Soomaaliya waxa uu ila falanqeynayay in hubka iyo gaadiidka dagaal ee Soomaaliya ka heshay dawladda Masar waan kaaga mahadcelinayaa Mustafa